تذكرين العهود لما كسرنا الشباك حق بيت جدي؟ مستحيل أنساها. أذكر أنك شدت الكورة وجت في الإقزام وورطني أنت فيها. ذاك اليوم جدتكم سوت لي مصيبة. بس هالخواف ولدك انحاش وخلاني وحدي أواجه مصيري الأسود. هي طبعاً السالفة ما فيها رجولة يمه، والله لو مسكتني جدتي وقتاً تخليني أعض الأرض. بس المصيبة الصدق جت بعدين. ليش وش صار؟ بعد ما صلحت جدتك الشباك إيه؟ جاء زيد وكسر لها مرة ثانية. الله. تعال تعال، الله جابك، تعال علمنا كيف كسرت الشباك ذاك اليوم في بيت جدي. ماني فاضي لك. زين عمة، واكتشفت جدتي الجريمة الثانية؟ يو وش أقول ولا شو أخلي؟ قالت لي إذا ما تعرفين تربين عيالك زين أنا اللي بربيهم لك. وانكسرت مرة ثالثة ولا خلاص عدت؟ لا ما عليك، جدتك طلعت حريصة ولعبتها صح. إيه؟ بدل ما تحط قزاز حطت بلاستيك. يا الله، يا ليت أيام الطفولة هذيك ترجع يا أمه. أي والله إنها أحلى أيام. أي والله. أي والله. عهود أصب لك شاهي؟ شوفي شوفي ولدك البخيل يبي يصب لي شاهي بارد. الحين أقوم أسوي لك شاهي جديد وأنت اللي بنفسك تحطين السكر. يمه ها اليوم السهرة مطولة. وأنت من متى تسوي الشاهي بنفسك؟ كلمة ثانية أبى أقوم أسوي العشاء مرة ثانية. الله يعافيك. مشاعل، ممكن أعرف وش الحوار اللي دار بينك وبين عهود بغرفتها؟ متى؟ وبخصوص إيش؟ يمكن أنت تعبانة وعندها بالغرفة وتكلمتي معها. ليش تريني يا زيت؟ أنا ما أتذكر أصلاً إيش قلت وإيش ما قلت. أنا ما كنت بوعي. أنت علمتيها بسالفة أبوك؟ وإذا إيه؟ وين المشكلة؟ المشكلة أن أمي ما تعرف عن هالموضوع، وكل اللي تعرف أن أبوك انسجن ظلم، وإحنا مثل ما اتفقنا أنه هالموضوع هذا يبقى سر بيننا وما يعرف عنه أي أحد من أهل البيت. ليش عهود علمت أمك؟ للحين لا، بس حنا سلمناها السر بيدينا، وأكيد أنها تبي تمسكوا علينا. بس هذا مو بسر، وأنا مستعدة أواجه العالم كله بسالفة أبوي. بس أنا ما عندي استعداد أواجه أحد، وسر أبوك ما يخصك أنت لحالك. اسمع يا بنت الناس، أنت بعدتي ولدك علشان تحمينا، وهذا الوقت أنا اللي بحميك.